فعلا فضيحة. شوفوا هذا المساح، نسوي واحد مصري والطوفة الحين كلها تتقشر، يعني تطلع المساح هذا يطلع. شوف ما فيش يعني الخلطة، يعني ما فيهاش أسمنت، يعني ضعيفة، فيها الرمل يعني أكثر من أسمنت. والمشكل مو بس طوفة، يعني طوفة وحدة، لا، البيت كامل، بيت كامل، دور أرضي والدور الثاني إلى الدور الثالث شوية، يعني في أماكن بسيطة يعني، بس البيت كامل، يعني اعتبر البيت كامل. والبيت تقريبا مساحتها 600 متر أو 400 متر، يعني ما شاء الله، مو طوفة وحدة صغيرة يعني تحصل لها حل يعني بسرعة. يعني البيت كامل صعب، الموضوع صعب، يعني هذا مش أكيد، مش معلم، وصاحب البيت ممكن بيدور على شيء رخيص، على ما أشوف أنا، ممكن بيدور على شيء رخيص عشان تشيدي طالع الشغل زبالة. ما أشوف، شوف طوفة كاملة، يعني تطق بيديك وتسمع صوت، يعني بعيدة، القشرة هذه بعيدة على الأسمنت، على المسح الأولاني، أن يعني في مسح الأولاني الأول، وبعدين في مسح تاني، يعني اللي بيفنشوا بيه الطوفة. يعني في عندكم طريقة مثلا بدون ما نشيله هذا، بس ما نحطوا الأسمنت، يعني نحطوا شيء ثاني، نعالجه بشي طريقة ثانية من غير ما نحطوا الأسمنت. خلاص انا صاحب البيت يعني صراحه زعل، وقال لي نحط جيبسون بورغ. قلت له جيبسون بورغ لا، ما حتى لو تبي تحط جيبسون بورغ لازم تشيل هذا كله، يعني هذا الحين قاعد يطلع لازم يتشال، وبعدين تحطوا جيبسون بورغ. وجيبسون بورغ يعني انت مسوي السيراميك ومسوي الديكور، راح يكون بارز على السيراميك وعلى الجيبس، يعني في نفس الوقت ما اعتقد ما حل. مش شو رأيكم؟ يعني لا، في حد عنده فكرة وعنده طريقة مثلا، فكرة سريعة وفي نفس الوقت يعني حلوة وقوية، فيدونا، نفيدو الرجال، يعني مسكين، يعني صراحة لما صار له المشكل صراحة دايخ، ماشي أي بيت يدش ليها ويروح يشوف ماسح، تعال أشوف ماسح، يعني مو نفس اللي عندي، صح، يعني هذا أحسن. يلا مشكورين، والسلام عليكم.